السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قلنا قبل كده ما شاء الله، بصوا فرزنا الكوسة، بص زي ما هي، بص جامدة اهي زي ما هي. انا لسه كنت هحشي واحد اهو، لسه كنت ببدا وبعدين قلت لا لازم اوريكم. بصوا اهي لسه مطلعاها، يا دوب بس فكتها من الكيس. بص اهي بالتلج بتاعها. بعمل ايه بقى؟ وادي المحشي ما شاء الله، كلكم ستات بيوت شاطرين عارفين الخلطه بتاعت المحشي ازاي. بصي الله اكبر، تعملي طبعا الخلطه انت عارفه بتتعمل ازاي. دي طبعا الحله اللي انا بحشي فيها. بصي انا بحط، ما عنديش ورق، فبجيب نص ربطه بقدونس احطها كده ايه من فوق من جوه، يعني عشان ايه ما تلزقش الحاجه من جوه. وده كله بيهيش، بصوا الهايش ده كله بيهبط. بصوا اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بتحطش معلقه زيت زي ما اتفقنا في الاول، وبعد كده بتحطش ايه نص ربطه البقدونس بتقطعيه. نيجي بقى للمحشي الحلو بتاعنا. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصي اهي الواحده كده تقومي حشيها. بصي اهي على النبي اهو، بصي وتدخلي بصبعك الصغير، بصي بمنتهى السهوله كانك لسه جايباه دلوقتي. بص اهو زي العسل اهو، اهم حاجه تمسحي الرز من عليه. بعد كده تحطيها، بصي اهي اما حاجه تدخلي ايه الصباع الصغير تاني بتدخلي كده ما شاء الله. بصي زي الفل، بصي اهو عسل، تحطي بقى ايه كله كده. بصي اهي بصي تدخلي بصبعك الصغير اهو. اللهم صل على رسول الله، مفيش اي حاجه ولا اسهل ولا احلى من كده. لو عندك 5 كيلو هتعمليهم في ثواني. بصي عندك ضيوف سريع سريع يعني ما شاء الله، بصي تكون ايديكي حلوه كده سريعه. بصي اهي زي الفل، اهم حاجه تخرجي الرز منه. بصي اهو زي الفل، صغير كبير زي ما انت عاملاه. بصي اهو بصي تفضلي بقى تحشي كده. الله اكبر، بصي بصي اللهم صل على الرسول عليه الصلاه والسلام. زي الفل، اهم حاجه وانت بتعملي تدخلي بصي بصبعك ازاي. بصي اللهم صل على الرسول عليه الصلاه والسلام اهو. زي الفل بس تحطي بقى الله اكبر. بصي هنا كده اهم حاجه ان انت وبتعملي بصي تزقي بصبعك الصغير. بصي زي الفل الله اكبر، اللهم زيد وبارك يا رب. بصي اهو بصي بالتلج بتاعها، بصي ده تلج اهو، بصي هنا في حته تلج بزقها لجوه، بصي بتتزق بتبقى زي الفل. الخضره دي انا ما بشتريش، انا الخضره دي اللي هي مفرزاها برضو ما شاء الله. طول ما حاجتك في البيت تبقى كل حاجه سهله وبسيطه. بصي اتعودي كده زي زمان، الناس الكبيره دي زي الحما زي الام، الله يا رب يديهم الصحه جميعا ويرزقهم يا رب سعاده الدنيا والاخره. الحما دي والام والحام والحما برضو اللي هو زوج ابو الزوج، برضو بتبقى الناس دي كويسة ليها خبرة في الحياة، مهما تعلمت في الدنيا عمرك ما هتتعلمي زيهم. الناس دي ليها وضعها في الدنيا لان هم عاشوا اكتر مننا وتعلموا حاجات احنا عمرنا ما هنتعلمها. ربنا يا رب يديهم الصحة كلهم يا رب، ويخليهم ايه ويعيشوا كده ويبقوا في احسن صحة، واهم حاجة ما يحتاجوش لحد
ولا يحتاجوا لمرات ابن ولا يحتاجوا حتى لبنتهم ولا لابنهم. يفضل ربنا كده سبحان الله وتعالى مديهم الصحة ومديهم العمر الطويل يا رب. بص اهي كلها بتلجها، بص التلج تلج اهو، بصي الابيض ده تلج. ايديكي سريعة، مش الكوسة تبقى كلها مية منك، لا. بعدين لما تيجي تحطيها على النار ما تحطلهاش شوربة ولا مية خالص، اصبري لحد ما تديها شوية كده من النار، يعني تكون استوت كده الأول أو نص تسوية، وبعد كده حطي شوربة لو احتاجت شوربة. ممكن من التلج اللي فيها ما تحتاجش، يعني ممكن اللهم صل على النبي يبقى خلاص هي بتستوي كمان من التلج اللي فيها، فإن شاء الله تبقى زي الفل. ممكن تعملي صينية، يعني مش شرط تعملي في الحل. بص التلج اهو، ده تلج ده. اللهم صل على الرسول، صلينا عليك، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة حلوة في البيت، تعملي أكلك في البيت زي الفل. خلصناهم في ثواني اهو، اهو عملناهم في ثواني. طب احنا عايزين نعمل تاني حاجة، عشان ايه؟ احنا لسه فايد معانا رز، هنعمل عليهم ايه بقى؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين لما قلت لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قلت لكم ايه؟ هنعمل ورق السلق. بصي ده ورق السلق يا جماعه، بصي اهو، مش تعملي اي حاجه، بصي اهو، بصي تاخديه كده تقطعيه بالسكينه بالمعلقه بايديك زي ما انت عايزه، بصي اهو، وتفرديه بالصلاه على النبي صلى الله عليه. اهو ده ورق سلق، بصي جميل ازاي وحلو، بصي الله اكبر، والحته بتاخد ياما، بصي اهو، بس فيلي جامد بقى يعني هنا. بص الصابع جميل ازاي وحلو، تقومي حطاه عليه وكله بيستوي في قلب بعضه بيبقى زي الفل. بصي بص ورق السلق الجميل بتاعنا اللي احنا فرزناه مع بعض، ادخلي الحلقه وشوفي الورق بتاع السلق ده فرزناه ازاي. بصي اهو في منتهى الجمال، مش تعملي حاجه، اهو اهو زي القشطه، قشطه قشطه يا قشطه. بصي دي ورقه كبيره اقوم عاملاها كده بالنص، بصي بصي عامله ازاي جميله وحلوه ازاي. بصي اهي كده، واخد حبه رز صغيرين كده، ما تقليش الرز قوي عشان الصابع يطلع ايه صغنن كده وجميل قوي، اركنه على جنب، واخد واحده كمان. بصي لازم تبقي سريعه وانت بتعملي الحاجه، حد جاي جعان يبقى في ثواني بقى تعملي وتحطي على طول اهو. بصي دي برضو فيها حتة بس ليها العرق بتاعها مش نافع، يبقى احنا ناخد ايه من اللي احنا عاملينه هنا. بصي تقطعيه بايديكي كده، مش شرط، وممكن بالسكينة زي ما انت عايزة. بصي اهو الصلاة على النبي، بصي اهي زي الفل، تاخدي حبة رز حلوين كده، بصي اهو زي الفل، تلفي من هنا ومن هنا كده وتبقى كده زي العسل. بصي اهو الصباع زي الفل، بص صغنطته جميل ازاي. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. تاخدي كمان واحده تاني، بصي اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، بالراحه كده وبالسياسه عشان الحاجه ما تتقطعش والورق ما تذهبلش منك. بص اهو مش يعني تكون سليم اهو، لصميها من هنا ومن هنا، اهي اهي زي الفل زي السكر. بصي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو، عملناها زي العسل. بصي ناخد ورقه ورقه عشان ايه نمشي كده بالراحه. بصي اهي زي العسل. بصي اللهم زد وبارك يا رب، يصلح لنا حالنا جميعا يا رب، ويرزقنا سعاده الدنيا والاخره يا رب. اللهم انت القوي يا رب وانت القادر، ترزقنا يا رب من عندك وتسعدنا وتفرحنا يا رب دايما، اهم حاجه وتبعد عننا اولاد الحرام يا رب. بصوا اهو زي العسل اهو، انا بقى باخد الحته دي كده واعمل لها حته كمان اهي اهي زي الفل، ما تعمليش اي حاجه اهو، بس ما تكتريش الرز قوي عشان تعرفي ايه تلفيه اهو. بصي اهو
عايزه تعملي ده كمان في حله لوحده ماشي، مش هيقول لك لا. اللي انت عايزاه يعني، بدل ما تعمليه مع الكوسه ممكن تعمليه ايه في حله كمان لوحده. بص زي الفل، بس دي كبيره، باخدها كده حته صغيره. بصي بصي اه، اللهم صل على النبي، وبلف دي كده. بصي اه، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. عفوا، انا هعمله وارجع لك تاني وارهولك، واحتمال اعمل ورق اللفت ده في ايه، في حله لوحده صغيره كده وجميله هتعجبكم قوي. هعمل ده لوحده وده لوحده. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.